إذا أعجبك الفيديو يرجى عمل لايك وشير وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد علي وحلقة جديدة وعالم أسرع التقنية. أتمنى تكونوا بخير وبصحة وأفضل حال. امبارح اتكلمت على أن في حاجة غريبة بتحصل في جروب ألفا كلين، قلنا أن في رسالة مشبوهة ظهرت وبعد كده تم حذف الرسالة. النهاردة فوجئ الأعضاء على بعد حوالي 8 بالليل كده أن في رسالة ظهرت، اللي هو نظرا للسرقة المؤسفة لحساب ملك المجموعة الخاص بمجموعتنا على تليجرام، قررنا حل المجموعة لأسباب أمنية من أجل ضمان استمرار التواصل بشكل طبيعي والحصول على أحدث المعلومات. تم إنشاء مجموعة تليجرام جديدة، نرحب بكم للانضمام إليها. طبعا حاطين رابط المجموعة وكاتبين فريق إي سي خدمة العملاء. طيب نبتدي واحدة واحدة بالأحداث، نرجع كده تاني عشان الموضوع مهم للي بيفهم، اللي ما بيفهمش بيريح بيفضل قاعد لغاية لما يلاقي طربقت على دماغه. مبدئيا امبارح ظهرت تلات رسائل اللي انا وريته لكم، اللي هو بيقولوا ان في ملك جديد لاي سي وانتظروا، خليكم متابعينا على التليجرام لان في حاجات هتتقال مهمه. وقلت لكم طبعا الكلام ده يدل على ان في حاجه مش مظبوطه في الشركه. بعديها اتحذفت الرسائل وتم النشر عادي جدا، مفيش اي حاجه. لغايه النهارده زي ما قلنا في الليل ظهرت الرساله دي للناس، والناس ابتدت تخش على الجروب الجديد، ونفس الرسالة دي برضو تم ارسالها عن طريق الواتس. يعني انت عندك مش بس عشان ما حدش يقول لك لا ده موقع، والواتس كمان بعتوا للناس ان في جروب جديد اللي هو اللي باين تحت في اي بي، خش عليه. الجروب ظهر، الناس ابتدت تخش عليه، ابتدى تنزل منشورات قديمة او منشورات عن الشركة وتتحذف، تظهر منشورات عن الشركة وتتحذف وهكذا، لغاية لما ابتدت تنزل منشورات واستقروا عليها. والمنشورات المعمولة باللهجة العربية الفصحى مش بلغة عامية، يعني فيها اللي كاتبها اجنبي ومترجم الكلام مش واحد عادي. زائد النهاردة كان في برضو احد الجروبات حد دفع 20,000 جنيه وعمال يشتكي ان الفلوس ما وصلتش وبتواصل مع الدعم، والدعم بيقول له ما فيش حاجة وصلت. فالراجل كان هيتجنن، يعني 20,000 جنيه وقال له ما فيش حاجه. فدي مشكله في الايداعات بتحصل. طيب ايه اللي بيحصل كمان عشان نبص برضه؟ لما نفتح الجروب القديم، مش الجديد، الجروب القديم، هنلاقي ان هو مكتوب هنا اهو ملاحظه هامه: من فضلك اخبر المستثمرين من حولك ان اي سي اي ستعلن عن اشياء مهمه وعاملين لايف ستريم، المفروض انه هيبقى ميعاده الساعة 1 صباحا. طيب المفروض حاجة زي كده انها تحصل. كان في احتمالين: يا اما فعلا جروب التليجرام هو اللي اتهكر وبناء عليه راحوا عاملين جروب تاني واشتغلوا، يا اما الموقع هو اللي اتهكر بس ما افتكرش كده انه ما كانش هيقدر يوصلها عن طريق خدمة العملاء والجروبات على الواتس، ان الحاجات دي هي اللي اتهكرت والرسالة اللي جاية انك انت تخش جروب جديد هي دي من الهاكر. يعني يا الجروب اتهكر يا الموقع اتهكر، حاجة من الاتنين. طيب الجروب اتهكر او الموقع اتهكر او ايا كان اتهكر قبل ايام من دفع المستحقات بتاعة السولار اللي هي الاربعين يوم، وال طبعا الباقات الجميلة اللي فيها الدسم كله بتاعة المد والجزر. هل المد والجزر في مشكله؟ هيقول لي لا، ما في جروبات تانية تبع الفا كلين حاطين منشور ان الاجهزه وصلت الجمارك المصريه وهيروحوا يجيبوها عشان خاطر يبتدوا التوزيع فيها. وهنا دي النقطه اللي انا شايف انها الخازوق. خازوق في ايه؟ خازوق انك انت كده ربطك بجروب جديد خالص انت مش عارف حد فيه، وابتدى ينزل منشورات قديمه وانت مش عارف الدنيا فيها ايه، ولا في هاكر فعلا وقدروا يوصلوا لايه. ما يعني اللي قدر يهكر التليجرام ممكن يهكر الايميل، يهكر الموقع. فدي مش باينه. الحته التانية حكايه ان في اجهزه جايه من الجمارك، ممكن يكون ده سبب، واعتقد انه جايز جدا تبص تروح تلاقي الشركه قافله ويقول لك اصل احنا بنجيب الاجهزه او بنخلص في الاجهزه فمدين اجازه عشان خاطر الفريق شغال على هذا الموضوع، فيبقى عندك الشركه مقفوله و
التواصل بتاعك كله محدود بخدمة العملاء اللي هم مختفين دلوقتي وهيظهروا المفروض شغلهم من يوم الحد. طيب في جميع الحالات انت كمستثمر ما ينفعش تقعد متفرج حاطط ايدك على خدك لغاية ما تفهم ايه اللي بيحصل، يعني مفيش حد بيقولك ايه اللي بيحصل، يعني هو ايه اللي حصل، الضرر ايه، فين الدنيا ماشية ازاي، محدش عارف. فتاني للمرة المليون الناس اللي حطت فلوس مبالغ ضخمة، روح الشركة اقعد مع المدير اللي انت حضرتك مضيت معاه العقد وقول له حضرتك انا دلوقتي سامع ان الجروب اتهكر، هل في حاجة تاني حصلت؟ هل الموقع بخير؟ هل فلوس بخير؟ في مشكلة ولا لا؟ روح اتأكد، روح اتأكد. فلوسك لما تطير محدش هيعرف يجيبها لك. وانا السيناريو ده قايل لك عليه من زمان، قايل لك ان الشركه قبل الميعاد بتاع الاستحقاق هيحصل فيها مشكله، هتختفي، هقول لك اتهكرت اتمكرت، كل الكلام ده انا قايل عليه في مليون فيديو قبل كده. ولكن خلينا انهم دلوقتي قالوا ان في اجهزه بتاعه الجمارك وصلت وهيتم الافراج عنها. الاجهزه اللي جت في الجمارك دي انا ما اعرفش ايه هي، طبعا الاجهزه اللي مصممه دي اللي جايبينها من العتبه اللي هي بجنيه وربع واتنين وربع، ما اعرفش دي هتجيب فلوس ازاي، ولكن خلينا ما علينا. احنا دلوقتي بنتكلم في اللي بيحصل على الجروبات. حضرتك الجروب بتاع الفا كلين ما اختفاش، هو موجود زي ما انت شايف كده قدامك، النشر عليه طبيعي بتاريخ 28 سبتمبر، مفيش اي رسالة مشبوهة، كان في رسالة مشبوهة واتحذفت، ودي اهو اللي موجود، وده الجروب الجديد بتاع الفا كلين برضه شغالين ايه يحذفوا ويعملوا فيه نفس الصور ونفس الحاجات القديمة ونفس الكلام الفاضي بتاع كل مرة، مفيش جديد. انت المفروض عملت جروب جديد فانت عمال تنقل القديم في الجديد، طب وانت القديم وديته فين؟ وكانوا عمالين يحطوا حاجات كتير وتنشر وتتحذف، حتى تعليقات الناس هنا الناس حست كده ان خلاص في خازوق قادم، موضوع ان الجروب اتهكر ومش اتهكر والكلام ده، في خازوق في الطريق. فعشان بس وقتكم وما طولش عليكم، حضرتك ليك فلوس في شركة الفا كلين، روح اطمن على فلوسك. الجروب اتهكر، هل معنى ان الجروب اتهكر زي ما بيقولوا رقم المالك بتاع الجروبات اتهكر؟ في خناقة ما بينهم وبين الدعم المصري، لان اللي ماسك اللي بيكتب دلوقتي من شكل كلامه ده كلام مترجم مش حد مصري اللي بيكتب الكلام ده، فالطريقة اتغيرت بتاعة الكلام. سيتم اطلاق منتج الشركة في 11 اكتوبر القادم، ده هو جايب لك اليوم اللي هو المفروض استحقاقات فيه زي ما حسبنا كده تقريبا الاستحقاقات بتاعت منتج المد والجزر. فشكل الشركة للمرة المليون يا حبايبي يا حلوين بتودع، وشكل الشركة هتنصب. اللي مصدق يروح يطمن على فلوسه ويتأكد بنفسه ويشوف ايه اللي حصل، ايه اللي هاكر اللي بيقولوا عليه وتأثيره، واللي مش مصدق ونايم في الدورة خليك حضرتك نايم في الدورة وفي الليلة وعيش حياتك لغاية لما تلاقي ان الشركة قالت لك باي باي واشرب الشاي. في تاني الموقع القديم انا لسه عندي هفضل متابعه عشان اشوف فيه ايه، والموقع الجديد هو منين نزل في حاجات قديمة، وموضوع ان خلاص منتجات وصلت الجمارك وهيتم الافراج عنها ده كلام في الهجايز طبعا، لان لسه في تقدير جمركي والحاجة ما بيتمش الافراج عنها في تاريخ محدد، هم الكلام اللي كاتبينه ده اصلا بلح، لا في حاجة وصلت ولا في حاجة هتطلع من الجمارك. ولكن خليك مع الكذاب اخر الدور، حتى الان في ناس مكدبة كلامي ومصدقهم، والله كل واحد حر في رأيه، ولكن حضرتك تيجي تقول لي انت مش فاهم حاجة انت مش عارف ايه، كلام انا اللي بيحصل وبيتحقق مع الوقت مش كلام حضراتكم يا جهابذة. ادينا قاعدين وبنحذر، لعل الله يجعلها في ميزان حسناتنا، وهنشوف في الاخر مين كلامه صحيح. الجروب قبل الاستحقاق بكام يوم ابتدوا يلعبوا في شمال، الجروب اتهكر، في مصريين، انا كلمت حد على بوت امبارح تبع برضو الفا كلين المفروض انه الدعمه، بيكلمني بقول له انا عايز العنوان عشان اروح احط فلوس، قال لي انت راح تروح تحط فلوس في شركه هتنصب، والمحادثه موجوده معايا للي حابب يطلع عليها شخصيا، انا ما حبيتش انشرها بالكامل عشان خاطر لو هو فعلا موجود في الشركه وضميره صاحي وبيحذر الناس ما يترفدش. الاي دي بتاعه كل حاجة، انا مسجل المحادثة اللي حابب انه يشوفها او يتكلم، يبقى دي حاجة من ضمن الحاجات. ولكن خلينا في فلوسكم، روح لمقر الشركة اللي حضرتك عملت فيه الايداع واطمن،
قل له احنا دلوقتي بتقولوا ان في هاكر، هاكر ده عمل ايه في الشركة؟ بس اكتر من كده مش مطلوب منكم عشان تطمنوا. واللي يقدر يسحب فلوسه او عنده فلوسه استحققت في اي باقة اسحبها كاملة، ما تخليش جنيه، واخلع بفلوسك لو عرفت تسحب، لان هيبان بكرة الحد ان شاء الله هتكون السحوبات، تكملة السحوبات للناس اللي عاملة سحب يوم الخميس. محدش يزود في الشركة دي، اللي يعرف يسحب دلوقتي يسحب ويتوكل على الله. أشوفكم إن شاء الله حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.